أمة رائدة للقدس عائدة، حتى نكون روادا بحق نعود إلى القدس وفلسطين، نحقق العودة ونستحقها مثل هذه اللقاءات. نعم، نفكر بعمق وننطق الأفكار والمشاريع. تحت شعار أمة رائدة للقدس عائدة، عقد الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين مؤتمره العاشر لرواد بيت المقدس في مدينة اسطنبول التركية، بحضور أكثر من 900 مشارك ومشاركة جاءوا من 50 دولة من شتى أنحاء العالم. في هذا المؤتمر نجمع به رواد الأمة الذين يهتمون بالقضية الفلسطينية من كل مكان، من أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا ومن جنوب أفريقيا ومن المنطقة العربية ومن دول الخليج ومن كل مكان، أتوا إلى هذا المؤتمر لكي يقولوا في هذا المؤتمر قولتهم وكلمتهم. ويتناول المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين قضية فلسطين تاريخاً وحاضراً والتحديات الدولية والإقليمية التي تواجهها، متضمناً فعاليات عروض مصورة ولوحات فنية أضيفت إلى ورشات العمل والكلمات الافتتاحية التي تضمنت رسالة مسجلة وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. نحن كشعب فلسطيني وحماس وكل فصائل المقاومة نعاهد هذا المؤتمر، نعاهد الأمة أننا سنبقى ثابتين محافظين على ثوابتنا، نحمل لواء المقاومة، نتصدى لهذا المحتل بإرادة، بتصميم، بعزيمة، بكل ما أوتينا من إمكانات من أجل حماية هذه القضية. ويهدف المؤتمر بحسب القائمين عليه إلى إطلاق مشروع شامل لدعم صمود أهل القدس وإنشاء تنسيقية لمناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع معها، إضافة إلى إنشاء حملة لتجريم الاحتلال الصهيوني والإعلان عن مبادرة لمواجهة الصعوبات التعليمية في فلسطين. حملة تجريم الاحتلال بقانون قومية الدولة اليهودية بالشراكة مع إخواننا وزملائنا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، وهي حملة تهدف إلى ترسيخ فكرة ارتباط الصهيونية بالتمييز العنصري. ورغم المآسي التي تمر بها الأمة، فإن شعوبها ما زالت تعتبر فلسطين وجهتها الأولى، ولعل هذه الجراحة النازفة في الجسد العربي والإسلامي كانت سبيلاً في بلورة فكر جديد قائم على الربط بين تحرير فلسطين وتجاوز المحن القطرية. ولذلك شاء الله تبارك وتعالى أن تبدأ الأمة تستيقظ من أطراف الأرض كلها وتتداعى من أطراف الأرض كلها، وتصبح المسافة بين الناس من هذه الأمة وبين فلسطين المسافة صفر.